السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش أخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. اليوتيوبر المغربية صوفيا سيت مسارس كترد بقوة على المؤثرة المغربية خولة الفايد من بعد ما كبر المشكل اللي وقع بيناتهم وبداو كيتردوا في ستوريات، فغادي نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم إخوان. والله الا مشكله صح دابا هاد الاخت كتقول لك انا سبيت ليها ولادها. انت اختي انا جبت لك ولادك، راه الناس كيكذبوا على الميت او لا شي واحد المسكين اللي اما انا راه غنخرج نجاوبك. حطي ليا الفيديو اللي انا هضرت فيه على ولادك. فين عمرني انا هضرت ولادك على ولادك ولا فين عمرني قصت ولادك؟ عيب 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 عيب. شوفوا راه الناس متبعين وعارفين شنو كاين. راه ما كاينش تضرك الشمس بالغربال. وثانيا انا ام، وانتم الا ما كنتوش كتخافوا الله وكما قلت البارح في ستوريات انكم في الوقت اللي انا كنت حامله وكان عندي توام وتسببتوا لي في اشياء اللي دخلت في مواضيع اللي وليت كنتبتز بسببكم ومشى لي الجنين، كنتو السبب حتى الجنين الثاني ما تطورش، وكنت كنفكر في الانتحار ودخلتوني في اكتئاب وفي حاله نفسيه. المهم الناس اللي شافوا لي ستوري ديالي البارح عاودت لكم شنو وقع ليا بسبب هاد الناس. فانا كنخاف الله اول شيء، وثاني شيء اولاد او ولادكم ولا داكشي بعيد عليا، داكشي بعيد عليا، ما غندخلش فيه، ما غندخلش. وما عمرني خرجت هضرت قصت ولادكم. نتوما خارجين كتبكيو في ستوريات ولادي ولادي، اش جاب؟ انا كنهضر معاك انت، انا ما كنهضرش على ولادك ولا شي حد اخر. حتى الطرف الثاني دابا مازال ما هضرش عليا، ما غنهضرش عليا. انا الموضوع بيني وبينك دابا، اوكي؟ وغادي نهضروا غير بالعقل. فعافاك الاخت الكريمه المحترمه، الا بغيتي تستعطفي الناس استعطفيهم بشي حاجه اخرى، اوكي؟ انا ما نقبلش عليك انا كتلوحي عليا الباطل تقولي لي انا سبيت لك ولادك، وانا بعيد على هذا الموضوع. ما سبيت لك، ما سبيتك لا انت لا ولادك، لحد الان مازال ما سبيتك لا انت لا ولادك، اوكي؟ فرجاء رجاء بركه من الكذوب وبركه من استحمار الناس وبركه من الاستعطاف الخاوي على ظهري انا، لانه انا ما غنسكتش ليك باش انك تلوحي عليا الباطل تقولي انا سبيت لك ولادك. انا ما قصدتش اخوان اللي دخلوا عندي جداد الحساب وما متبعينش، اقسم بجلال الله ما سبيت ولادها ولا جبت ولادها على فمي. البارح حطيت لي ستوري هضرت على ولادي، انا هضرت انا على كرشي على الوقت فاش كنت انا حامله، وهاد الناس هزوا تصاوري وصيفطوهم لواحد الحساب بقصد انه يشوهني ويفرقوني مع راجلي. وكنت كنفكر، فهدرت عاودت لكم انني كنت كنفكر في الانتحار وانا عندي 3 شهور في كرشي، وبسبب هذوك المشاكل وبسبب ديك الصدمه وبسبب داك الخوف وبسبب داك الستريس اللي كنت عايشه فيه. كل نهار كنت كنفيق كنقول يمكن اليوم غادي ندخل السوشيال ميديا غادي نلقى تصاوري، وهاد التصاور ماشي تفهموا، التصاور ديالي مع هاد الناس اللي هما كيهضروا، تصاوري مع هاد الناس، فهمتوا؟ ف يعني نتوما تسببتوا لي في هذاك الشيء كامل، وهضرت على 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 الفتره اللي انا كنت حامله فيها ما جبتش انا ولادكم، وعافاكم قلبوا على شي حاجه اخرى تستعطفوا بها الناس، ماشي هذا الموضوع ديال الولاد، اوكي؟ لانه انا ام وعارفه بحق الولاد وما غاديش نهضر في هذا الشيء. والناس الناس راه عارفين، الناس راه فاهمين البلان وعارفين علاش انت عارفين علاش انت هضرتي على نقطه الولاد، زعما لان موضوع حساس فغتبغي تقلبي الموازين عليا. دام الناس عرفوك على حقيقتك والناس بزاف خرجوا كيتشكاو بزاف ديال المهم ما ندخلش في لي ديتاي بزاف. انا درت هاد لي ستوري انا غنجاوبك بكل عقلانيه، ياك كنهضروا انا وياك زوينين دابا مازال ما خرجناش العيب، وخا انت خرجتي العيب
تي راه خرجتي العيب وفتي لديك الجي، ولكن لحد الان انا مازال ما خرجتش العيب وباغا تجبدي لي حتى الصداع. بركي كتحطي ستوريات على الناس اللي كانت كتربطني بهم علاقه، يعني طريقي واهله، باغا تجبدي بهم الصداع وديري. شوفي هذوك الناس مشوا غير الخير، ما شافوا فيا غير الخير، وبعاد عليا وصل الرزق، وكل واحد كمل طريقه الحمد لله، ونساوني ونسيتهم. كيت كنتي وانتوما اللي مازال ما نسيتو، فعافاك بلا ما تبقاي تجبدي ناس اللي هما بعاد عليا ياك. والحمد لله تفرقنا مزيانين وتفرقنا بابتسامه، فتبغي تشبكي بيناتنا من جديد تقولي لا راه كاين فلان شاهد ولا هذوك الناس بعاد عليك، فخليك حتى انت بعيده الله يجازيك بالخير. فعافاك بلا ما تبقاي تجبدي ناس اللي هما بعاد عليا ياك. والحمد لله تفرقنا مزيانين وتفرقنا بابتسامه، فتبغي تشبكي بيناتنا من جديد تقولي لا راه كاين فلان شاهد ولا هذوك الناس بعاد عليك، فخليك حتى انت بعيده الله يجازيك بالخير. بلا ما تدخلي شكلي في الاكلي، لانه هادشي راه ما زوينش. اللي كيخافوا الله، اللي كيعرفوا الله، اللي هادشي راه ما زوينش وماشي من صالحك. اوكي فخليك بعيده وخلي الموضوع بيني وبينك بلا ما تشبكي ناس اخرين. هذوك الناس ما شفتهم غير الخير، وانا عاود نقولها اوكي. ف كما قلت لك انا اليوم في هذه الستوري غادي نعاود للناس اصلا البلان ديال هذا الفيلم كامل، علاش واقع وكيفاش توقع، رغم انك انت يعني راه من زمان وانت كتحاولي هذا الموضوع يتجبد، وهذا الشيء اللي حنا اللي كيتعاش دابا في السوشيال ميديا كان حلمك من زمان، وانت كتحاولي تجبديني باي طريقه، وانا كنت مترفعه على هذا الشيء صراحه. ما بغيتش ننزل هذا المستوى، ما بغيتش نعطيك بالضبط داك الشيء انت اللي باغا، لانه غادي نختصر عليك واحد الطريق اللي انت كتحاولي تخلصي لي باج ويديري لك اشهار وباش تعرفي وباش 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 وباش. فبغيتي تجيبيها من الدوره الثانيه، تجيبيها على ظهر صوفيا. انا حبيبتي راه من 2017 وانا في السوشيال ميديا، واول واحد بينك في السوشيال ميديا راه هي هاد الانسانه هادي. اول واحد بين خدمتك وراك الناس وثقت فيك وضربت الطريق من مراكش لكازا وجيت عندك راه هي هاد بنادم هادي. فالانسان خاص يكون على الاقل يتفكر. انا اقسم بالله في واحد البلان، واحد بنادم اللي يعاونني ولو غير بشويه، اولا يكون يعني وقف معايا في شي حاجه، او واخا سبحان الله يتصدر منه شي حاجه خايبه. فهداك الشيء خصكم نورمال نتوما ديروا. انا اللي درتو ودرت بوجه عشرة وجه الملح والطعام وترفعت عليكم كذا مره، ولكن راه بزاف ما بغيتيش تحشمي، بغيتيش تحشمي. كل مره كتجبديني، كل مره الناس كيصيفطوا ليا تقهرت والله حتى قهرتيني وقهرتي الناس بزاف بزاف. راه ما يمكنش. والانسان غير على وجه صورتك، على وجه داك اللباس اللي انتي لابسه، حشومه تخرجي تبقاي تقولي في ستوريات مدوده المصران، حشومه عيب عيب. انا ما عمرنا شفنا الناس ديال الدين كيهضروا بهذا المستوى هذا، ما عمرنا شفنا ناس كتقذف الناس ديال الدين، كتقذف ناس اخرين في عراضهم وفي شرفهم والبغض والحسد والسم. هادشي راه ما عشنا حتى شفناه معاكم، شي ما شفناهش قبل اقسم بالله. فانا غادي نعاود للناس اللي ما فهميش الفيلم، نعاود لكم. فالمهم الزبده ديال الموضوع هو انني هاد السيده هادي كانت صديقه ديالي اوكي، ويعني كانت بيناتنا معرفه وكنا داخلين في مواضيع اكبر اللي طبعا ما نقدرش نهضر عليهم كما قلت دابا. فنهار سال الرزق صافي، كل واحد مشى في طريقه، وكيما شفتوا الحمد لله ربي سهل عليا وتزوجت وولدت وكملت حياتي والحمد لله الامور كلها تمام، رغم العراقيل ورغم كل شيء داكشي اللي حاولتوا ديروه، بس راه ربي فوق من كل شيء. اول حاجه بيضاء هي اللي كتخاف الله. لو كنتي انسانه فعلا كتعرف كتعرف كلام الله وكتعرف شنو قال الله شنو قال الرسول، انت عارفه اني انا مزوجه
عليه الصلاة والسلام عرفاني أنا مزوجة، يعني ما غاديش تذكري نهائيا الموضوع ديال الأخ ديالك. يعني فرضا أنا مثلا راجلي ما كنتش معودة عليه، فرضا يعني فين غنوليو؟ فهمتي يعني الخبط اللي فيك ما هذا المشكل بيني وبينك، مشكل بيني وبينك، ما جبنا لا خوك لا حتى شي واحد، وانتي نايضة كتنقزي كتقولي خويا رفضها. واش نسولك واحد السؤال، واش كل اللي تزوج وولاد وكمل حياته راه اللي كيرفض، اللي كيرفض هو اللي كيكون عنده البديل. فهمتي الزين الغزالة، اللي كيرفض هو اللي عنده البديل، هو اللي تزوج وهو اللي كمل حياته، ما كيبقاش واقف مكانه. ونزيدك انا هي الملكة، انا هي الزين، انا هي الفلوس، انا هي انا اللي كنتخير، انا اللي كنختار، انا اللي كنختار، كنختار الزين ونختار التبوكيصة ونختار الاخلاق والدين والرجولة، انا اللي تخيرت، انا اللي سمحت واختاريت داكشي اللي كيليق بيا، الحمد لله والناس شاهدين على هادشي. فأجاب الجيب بالقبول، ما شكي كيقول لا أجاب شيلشي، لا مجال للمقارنة. اللي مازال كيتصوروا بالفلتر ديال السناب، اللي مازال كيبيضوا وجههم بالفلترات، فين الرجولة؟ في خبر كان. فاللي كتخاف الله راه ما كتعرفش وحده مزوجة ودايره دارها وهذا، وتبدا تجبد ليها الماضي. ما درهم كيجبدوش الناس اللي كيخافوا الله. يعني فرضا انا راجلي ما كنتش معايا صفحه بيضاء وما كانش عارف، يعني كنتو ما دابا ديري لي مشكل، كون انا دابا واقيلا نايضا نطلق، ولكن الحمد لله انا انسانه نيشان غرس غرس، ما كنت خباش مورا شي حاجه. النهار كنت كن متعرية وكنت كنلبس اللي بغيت وهذا، راه الناس كانوا كيشوفوني كنخرج بوجهي هكاك، والنهار بهداني الطريق الصواب، والحمد لله الانسان مازال كيصلح راسو شويه بشويه، ولكن الحمد لله انا ماشي منافقه، بيضه بيضه عندي كحله كحله، انا ماشي منافقه، ما فيش نفاق، شي حاجه خايبه فيا من نخرج دابا نقول لكم هذه فيا. ونزيدك انا لقيتها فاش كنت صاحبتك راه كنت متبرجه وكنت عاريه، والناس يعني الناس راكم عارفين راه كنت انا بنت كنت كنلبس اللي عجبني وكنت كنتعرى، الله يغفر ليا الله يسمح ليا على داكشي، رغم اني الحمد لله راه ماشي انتما كنتو متبعين، ما عمرني شتوني بغوب سواغي، ولا عمرني شتوني لابسه ما عرفتش مبينه في خاضي ولا مبينه، يعني كنت بنت متحرره في لباسها. وفي هذيك الفتره اللي انا هكاك وبشعري وبمكياجي والضفار ولي زيكستونسيون اللي نتوما كنتو معايا وكنتو كتموتوا عليا، هذيك الوقيته اللي نتوما كنتو كتموتوا على طراب رجلي 2019 فهمتوا. فما تحاولوش يعني تبقاو تهضروا بزاف ولا تقولوا شي حاجه اللي الناس كلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يهدي ما خلق. فكنتظر أخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.